وللمزيد حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري. أهلا وسهلا بك مهندس محمد. بداية وبنظرة أكثر تفصيلية، كم بلغت نسبة زيادة تعرفة الكهرباء والماء؟ أول شيء مساكم الله بالخير وشكرا لقناة المجلس لتسليطكم الضوء على مثل هذا الموضوع المهم. أهلا وسهلا. طبعا كلكم تعرفون أنه تم إقرار قانون 20/2016 في شهر 5/2016 من قبل مجلس الأمة، والقانون يكون يعني يطبق من 22/5/2017 نبتدئ بالقطاع التجاري. والقانون أشار حقيقة إلى عدة مواضيع، وأحب يعني أنوه لأهمها أنه السكن الخاص تم استثناءه من الزيادة. نعم. وكذلك أعطيت ميزة للكويتي الذي يسكن في السكن الاستثماري ما لم يكن لديه سكن آخر يعامل معاملة الكويتي في السكن الخاص. نعم، كم بلغت نسبة زيادة تعرفة الكهرباء والماء؟ زيادة التعرفة القانون نص على أنها الجداول التي أرتقت بالقانون كانت بالحد الأقصى، فعلى سبيل المثال من فلسين للتجاري الحد الأقصى كان 25 فلس، الاستثماري كان شرائح الشريحة الأولى 5 فلوس، الثانية 10، الثالثة 15، وكذلك القطاعات الأخرى كل حسب قطاع. الحكومي طبعا بالحد الأعلى 25 فلس، وللمياه للألف جالون 4 دنانير، بعد أن كانت 800 فلس. نعم مهندس محمد، الآن السؤال، هل سيتم تطبيق هذه الشرائح منذ تطبيق القانون يعني من بداية؟ فيما يخص الاستثماري ستكون شريحة واحدة في الوقت الحالي اللي هي راح تكون 5 فلوس. وباقي الشرائح؟ راح تكون 5 فلوس فقط. الآن 5 فلوس شريحة واحدة نتعامل معها 5 فلوس. والحقيقة يعني هذه أيضا ودي أنبه إلى السادة المشاهدين، وزارة الكهرباء والماء لما طرحت هذا المشروع القرض منه ليس جباية، القرض منه هو الترشيد، وأيضا خوفا من أن تستقل عملية الزيادة من قبل البعض، فأيضا الوزارة ما ذهبت إلى الحد الأعلى أو الحد الأقصى الذي جاء بالقانون مراعاة لعدم تأثر الوضع الاقتصادي، وبالتالي احنا ما ودنا انه هذه الزيادة يدفع ثمنها المواطن اللي يستهلك في السوق او في المحلات التجارية. وما هي آلية الوزارة لتحصيل قيمة الاستهلاك بحسب القانون الجديد؟ التحصيل راح يكون نظام العادي، هو ان نحسب قراءة العداد في التجاري ابتداء من 22/5 راح يدفع التعرفة الجديدة اللي هي 5 فلوس، وكذلك الاستثماري اللي قبل هذا التاريخ يدفع التعرفة القائمة حاليا اللي هي فلسين. ولماذا جزأتم مواعيد تطبيق التعرفة الجديدة ولم تحدد بموعد واحد لجميع أو كل القطاعات؟ القانون نص على ذلك، القانون نص كل 3 أشهر قطاع، فعلى يعني نبتدي ب 22/5/2017 التجاري، 22/8 الاستثماري، 22/11 راح يكون القطاع الحكومي والزراعي والصناعي، ب 22 فبراير القطاعات الأخرى. نعم المهندس محمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لك.